اليوم الثاني لجلسات محكمة العدل الدولية المتعلقة بالرأي القانوني الاستشاري فيما يتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. ورغم أن الأمر يتعلق أساساً بالضفة الغربية والقدس، إلا أن غزة كانت حاضرة بقوة في كلمات المتحدثين. فجنوب إفريقيا والسعودية تحدثتا وبقوة عن عشرات الآلاف من القتلى والمصابين في القطاع، وعن منعهم عن المواد الإغاثية الأساسية والماء والدواء وحتى الكهرباء أيضاً. أما فيما يتعلق بممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، فهناك حديث عن تضاعف أعداد المستوطنين لتتجاوز 700,000 شخص خلال السنوات الماضية. هناك أيضاً محاولات للتغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية واعتقالات غير قانونية للآلاف من الفلسطينيين. اليوم تحدثت السعودية وجنوب إفريقيا بالإضافة إلى عدد آخر من الدول. غدا سيكون الدور على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جمهورية مصر العربية ودول أخرى بينها الولايات المتحدة، ثم سيأتي الدور على دول أخرى عديدة قبل أن يأتي أيضا على الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، ثم بعدها سترفع المحكمة جلساتها لتدرس كل هذه المعلومات والبيانات التي قدمت إليها، لتخلص في النهاية إلى تقديم رأيها الاستشاري القانوني فيما يتعلق بممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية لهذه الممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وستقدم ذلك للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقاً لقرارها الصادر في ديسمبر من عام 2022. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لاهاي.